قد الشحط مش عارف تحل مشاكلك. مش دور. ما انا قلت لك سيبك من شغل الهلابقه بتاعك ده وتعالى اشتغل عندي سكر كير. سكر كير؟ مش اما تعرف تقولها الاول. ما اشتغلتش معاه ليه؟ امشي لعن ابوك. وبعدين هشتغل معاك ايه؟ مرمطون؟ يا اخي حرام عليك بقى، هتفضل تحب الفلوس لغايه امتى؟ ما كفايه بقى لعبة البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي. انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. ايه اللي جرالك؟ انت بعد ما اتجوزتي الاخ ده بقيتي خايفه ان كل واحد ياخد منك حته. انا مش قلت لك ما تعلي صوتك؟ ما تهدى بقى يا عنقود تربيتك عادي. ولا إيه مالك؟ سيب الورق. مش تربي ابنك بدل ما بتربي في حضنك. قوم يا بس. ايه حاحة مش كده، اهدى شوية. ما توحدوا الله يا جماعة، هو احنا اتحسدنا ولا ايه؟ اسمعوا بقى، انا قلت لكم اللي عندي، عايزين تقفوا جنبي كان بها، مش عايزين انتوا احرار. اوعى من وشي. يا حاحة يا حاحة استنى بس، مش هتتغدى معانا؟ اهلا 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 اهلا. ايه ده؟ ايه النور ده؟ اهلا 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 اهلا. ازيك؟ ما شاء الله بقيتي فين ما كنت وبقيت ال ها؟ يا لا لا انت ليه ما ولا ايه؟ انت تعرفني؟ لا خالص ولا انا اعرفك. يلا انا عايز اكلم السمار كمان، يعني لا نعرف بعض وعاوز اكلم السمار. انت بعمل ايه انا؟ السمار ايه بس؟ في حد يكلم السمار في عز الحر والدنيا ساقعه برد موت كده؟ حرام. بيتكلموا فين؟ انت عارفه انت اللي عاوزه تكلمي بن لادن في المغاره بتاعته تورا بورا مورا كفنطورة دي؟ والله كلاسه سمار. ايه ده؟ انا عايزه اكلم اختي في السمار في مجداشي وادي النمر. انسى. طب ما تقولي كده من الصبح. انا بصراحه انا قاعد هنا بقالي عمري ما حد طلب مني الصومال دي. هي الصومال دي ليها مفتاح ولا ترباس؟ وحان الترباس ده يزرجن بقى ويبقى عايز ناس. هي اختك ايه اللي وداها الصومال؟ جالا عريس صومالي هيسطرها، نقول له لا ونسيبها تعنس؟ لا طبعا نسيبها تعنس. انا بصراحه لو جالي واحد صومالي والله كنت عنس. ما انت عارفه الصوماله والتعنيس بيبقوا. وبعدين؟ وبعدين؟ في ايه؟ اتفضل حضرتك في كابينة 6. كنيبة؟ لوك لوك لوك. لو مش عاجباك ادخلي 5 مفيش مشكلة. يا حسين هو مفتاح الصومال كام؟ الو مين بيتكلم؟ ازيك يا تفاحة؟ أنا نعمة حبيبتي. ايه حبيبتي ازيك؟ عاملة ايه وازاي عيالك؟ الحمد لله يا حبيبتي كلهم بيسلموا عليكي. لو كان دلوقتي هيبقوا 9 يا اختي. حمي نفسك شوية يا نعمة. يا اختي قولي خليهم 10 11 12 ان شاء الله. عايزين يجوزوني بالعافية يا نعمة. يجوزوكي مين يا تفاحة؟ معلم زوني بتاع الكشري. بتاع الجزم؟ ما هو كان على ايام الجزمجي، دلوقتي بقى بتاع الكشري. انا عايزاكي تكلمي حاحة، قولي له ان انا مش هتجوز الراجل ده. حاضر يا حبيبتي هكلمهولك. ايه صوت البومب ده يا نعمة؟ ليه يا ستي؟ ده فين طلعت البلد؟ ده غير بتاع الشهر اللي فات. حسين جوزي بقى ربنا معايا، ده اكيد في المعتقل. حاضر هكلمك. يا ولد يا نعمة. نعمة ايه ده؟ ايه الانفجارات دي؟ ايه اللي حصل؟ استني استني استني، انت بتعملي ايه؟ واخدني على الحامك هنا ليه؟ هو انا قدك؟ لا ده لسه في طقوس كتير لازم اعملها الاول. طبعا تنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب، لازم اسخن الاول بدل ما يجيلي كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي. بموت في ضحكتك السافله. عماه حبيباه. لا 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 لا، مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟ اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه عن اذنكم. ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز؟ طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعة
يكون مفعول الحبايه خلص والضغط نزل شويه. انا هخش افك ميه واطي. لا احنا في ايه ولا في ايه؟ خد رايح فين انت؟ شك يا عم. انا ما سمحتش لحد يدخل. انا مستغرب. استغفر يا عم. اوعى تنسى كلمه سر. عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربي طار. مش كنت عملتوا القعده دي تحت؟ ما تتجوزي بقى وتخلصينا. انا مش عارفه اكلم ولادك. ولا 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 بس حبيبي يا ودي الفل. ده اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفي عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه زي كده. اسمعي كلام اختي على الليره. عندك انا اهو جوز ياسر 24 ساعه مسطول مشتري برتانيا. بس هو ولا ازازه ايه يا بنت؟ ازازه نفترين بيري. مكتوب عليها بيره. بتعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ ابرع. احنا بشرنا فيك يا حاج. انت هل انت؟ انت هل انت؟ سيبه يلعب. انا هعمل فيه ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ طب ابني يلعب. ابنك قاعد ولا حلو؟ ابني يا حاج. ابني عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي. انا هسمع كلامكم. بس يبقى في فترة خطوبة الأول. خطوبة؟ خطوبة ايه يا جدع انت؟ الله تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي؟ يا معلم هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري؟ قال لهم رايح افسح خطيبتي. دول كانوا كلوني. دي فترة وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاه على النبي. صلاه على النبي. بالصلاه على النبي. على النبي. من حقها حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها زيها زي اي بنت. بنت خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. بواسير ايه؟ شطه ايه؟ ايه يا معلم؟ ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعري يعني عبر في اوضه النوم. في مشاعر مشتشتة اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي. يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلب الكلام في المال. اصل بياخد وقت على ما يفهم. ما شاء الله طالع لك. اه طبعا مش عمه. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس ديك عليا هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه اظن من حقي بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما الناس على بر الاول يا اونكل. كنت ربنا تفاحه بعتني بالرخيص. ما كانش قدامي غير كده. العاصفه كانت اقوى مني. كنت لازم اعطلها. كنت فاهم ان حبنا اقوى من كل العواصف. وده موطيتي مره هتفضلي موطيه العمر كله. اللي زي زهني ده عايز جوازه في السريع البني لما زهقوا يفضها سيره ويخلع. طب فرضنا زهني ده صبر وما خلعش يصبر مين؟ ده انا هكرهه في عيشته. نهايته هتبقى على ايه؟ يستحسن عشان ده لو ما حصلش نهايتكم انتوا الاثنين هتبقى على ايديا انا. للدرجه دي يا واد بتحبني؟ انت بتعمل ايه؟ اه هكون بعمل ايه يا باشا؟ بغير الانبوبه. في يا حاحا يرضيك كده لو الانبوبه فرقعت في وشنا؟ الله في ايه؟ انت مش لسه مغيراها من يومين؟ ما هي بتخلص بسرعه عشان يعني بغلي الحقن. فعلا الغاز بيسحب حقن كتير. يا سلام. طب يلا يلا شيل انبوبتك من هنا ووريني رشاكه خطوتك. يلا اخلع. اشتريت معامله دي يا استاذ حاحا. تعالى برضه على باب الله زي بعض. نعم اخويا زي بعض. انت هتعمل راسك براس يا معفن؟ غور يا غور. مش عايز اشوف وشك كده تاني. غور. الف مبروك يا عروسه. انا قابلت المعلم زوني تحت ووافق على الخطوبه. الف مبروك اختي. بقولها لك من كل قلب. ما تقوليش كده. ده اقل واجب بين الاخوات. على شط بحر الهوى. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ايه يا ولية منك؟ لا ايه ايه الغاز اللي هيطق من عينيكوا ده؟ عايز تبقى مسخره الحته وتجيب التهزيق لنفسك. تهزيق ايه يا وليه اللي هزقه لنفسي ده؟ بتبص بره يا معلم. طب ما تبص جوه الاول. تخليف ايه يا وليه اللي انت بتقوليه ده؟ واحد بتاع انابيب جه وقال لي انك خطبت. لا يا حبيبتي انا لسه هخطب وبعدها البس دبل وبعدها هفسح خطيبتي في جنينه الاسماك. لا وايه؟ هعزمها على كوكتيل من ابو 2 جنيه.
طب هو احنا قصرنا معاك في حاجه يا معلم؟ بقول لكم ايه، اللي مش هتتعدل فيكم هطلقها واتجوز عليها. اتلموا اتعدلوا جاكم البلا، اله يجيكم عصرتوا تسونامي ياخد اجلكم يمسحكم من على وش البسيطه. ألف ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. بكرة الحتة كلها هتتفرج عليه. إيه؟ عايز هتفرح بيه. الله يبارك فيك. أخبار مشاعر الموزة إيه؟ ما تقلقش يا معلم، هي البنت لما هتتعرف عليك هتقول لك ارحمني واتجوزني بسرعة عشان تعبر هي عن مشاعرها. يا ريت ال ماشي حسن. محفوظ، حقك محفوظ. ده النص. وبعد تسليم البضاعة النص التاني. عندك ايه يا عم؟ ايدك فلوس. ايه يا باشا؟ ده المخدرات في بيتك. ايه؟ دي فلوسه. ايه؟ فتش المحل. طب قول على الراجل ده. ايه ده؟ يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، ده انا عمري ما شربت نفس مخدرات. ده انت لو نفسك تاكل ملوخية وحطيت قدامي كيلو بانجو وكيلو ملوخية، انا ممكن اطبخ لك البانجو على انه ملوخية. خلصني، هتشهد ذهني ولا لا؟ يا سعادة الباشا، عسى سعادتك مش واخد بالك، ذهني ده مفتري قوي، انا خايف اشهد ضده، اول ما يخرج من السجن يقطعني، يشرحني. خلاص، انت وهو هتشرفوا سوا في السجن، وهناك هيعلموك تفرق بين البانجو والملوخية. أي صحيح يا باشا، ايه الفرق بين البانجو والملوخية؟ مش ده عشب وده عشب ونفس اللون اخضر واخضر، بتعرفوها ازاي؟ خدوا عسكري. ليه ليه القلبة دي؟ خلاص يا باشا، اشهد اشهد ضده، بس قول لي اشهد ايه؟ ما قدرتش تستنى لما انا طفشه تقوم توديه في 60 داهية؟ ده انا ودي نفسي في داهية عشانك يا جميل. يا عم ده ايه؟ ايه؟ وعرفت منين انك هتروح في داهية يا حلو؟ وبعدين انتوا ما عزمتونيش معاكم على القعده الحلوه دي ليه؟ على الاقل كنت غنيت لكم سوق بينا يا اسطى على كورنيش ناكل دوره ونشرب ومنجر. بقى كل اللي بتعمليه ده عشان الحوان ده، واني ماشي وراكي كل يوم وقطرك، يطلع هو ده اللي انت قرفان عشانه؟ تمام خلاص يا استاذ حاحة، انا هعزمها على ستيك. يعني سمك مدخن. وكمان بتشربي سجاير يا فجرة. ابقى اضرب لك سيجارتين مع السمك البونتي خليه يدخن، وسمعني سلام اني اغرك 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 اغرك. لا لا عزيزي. والله العظيم لو جبتي سيرته لكسر لك رقبتك. سيبنا اتجوزه يا حاحه، ربنا يسعدك. انت قافل على نفسك الباب بالمفتاح؟ فكرك مش هطولك؟ ده نعمل سوبر مان واجيب زماره رقبتك بتاع الانابيب تفاحه، هتخلفي منه ايه؟ طفل انابيب؟ هنعيش في الشقه سنه ولا سنتين لغايه ربنا ما يكرمه. انا مش حارم اختي للشحاته بايديا. من النهارده تفاحه هتشوفي مني لون تاني. هوريكي التجاعيد اللي في وشي. يا عم روح. خد يا بنت، راح فين؟ راح الشغل. عندك مانع؟ ماشي. بس على الله تتاخري فيستو ثانيه عن مواقيت العمل الرسميه. هطب عليكي في ايها لحظه. وهشوف يا انا يا انتي يا عاشقه البوتاجاز. خلاص انسى الشهر، انا هجوز البنت عند اول عريس يجي لها. يلا امشي يما عشان خاطري اديله كمان اسبوع. اسبوع ايه وانا نازل اجازه من الجيش؟ ما انتوا عارفين ظروفي. ظروفك ايه؟ ظروفك ايه؟ ما انت برضه عارف ظروفنا. انا صبرت عليك كل ده عشان خاطر المرحوم امك. صحيح ما كنتش بقبلها، بس اهو انا كنت براعي ضميري عشان ما اكسرش قلب بنتي اللي تنيل وحبك. انا لسه بحبها يا خالد. لسه حبك برضه. يلا امشي يا واد من هنا، امشي. Thank you.
بيقولوا ان قلبه بيوجعه ولازم له عمليه فورا. طب روح انت نادي الدكتور بسرعه. الدكتور احمد الفلاوي ادوك لغرفه العمليه. ياما يخرب بيتك انت اللي جابك هنا. اسمع بقى، انا مش عارف اعترف فيكي، كنت هتجنن، انا قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم، واحنا يا اخويا صعايده الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا هثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم، وان جواه اراده اقوى من اراده قضيه. ليلى 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 صوتك حلو بس منظرك عار. فرصة نظيفة قوي يا سعادة الباشا، أنا إذا كان عليا أجوزها لك وقتي في التو واللحظة، بس أنت عارف يعني أبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، إن إحنا ناخد رأي البت وكده يعني. طبعًا طبعًا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع إن مش هقدر أعمل فرح عشان أنت عارف ظروفي الخاصة، إنما أنا هجيب لها شقة غير إن أنا تحت أمركم في أي طلبات مادية. عيب يا دكتور ما تقولش كده، إحنا بنشتري راجل. واخر حاجه تهمنا الفلوس، احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزها لو حد قتلتني يا حاحه، ولو طقت يا بنت ده دكتور. وانت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بستريحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت عالي واحسبيها صح، ولو هحسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد. ها وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك يا بنت بقولك ده دكتور. دكتور هو انا عيان عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبص لك ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاجه ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما. ايوه ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما. عريسي حياخدني بالسلامة يا ماما. شماء شماء يا ماما، الناس بترقص علشاني. حاسة حاسة يا ماما كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفيها هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحة عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحة؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحة. لعلمك أنا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. قلينا حلاوة شمسينا. قلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبهرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعامك بمناسبه الزفاف السعيده.
سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايه لك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودون، وروحي يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقي وحقيقي. الله ما توسع مراحك شويه يا عمي، بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسر رقاصه وبيقولوا انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده، انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني وارتزق انا راخر. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي